يا دار منا وعد لحان يوم الوعد برواحنا والولد نفداك يا دار. بلاد عزيزة على أصحابها، حفروا في الزمن اسمها، حرثوا في التربة والماء بحثاً عن مجد شامخ، مجد شيد بإرادة صلبة، بسواعد قوية، بنظرة ثاقبة، بقلوب تخفق بالإيمان والتواضع والتضرع إلى رب أكرم هذا البلد وأهله بحكمة كباره وبالهداية والسكينة والسلام. سبع إمارات لم تخيفها التجارب الفاشلة لبعض الأشقاء العرب في الاتحاد، ولم تهب غيظ الأجنبي والمستعمر من اتحاد يحمل راية نهضته كل مواطن ومواطنة، راية يحميها الشيخ والأم والطالب والجندي بصلابة وعنفوان شعب من أخيار خير أمة أخرجت للناس. في سهل بين مدينتي دبي وأبوظبي قبل أربعة عقود كانت الخطوة الأولى لرحلة اتحاد الإمارات، حين التقى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على كلمة سواء، شرعت باب الاتحاد أمام سبع لؤلؤات لتكون لؤلؤة واحدة بسبعة أسماء: أبوظبي العاصمة، الفرس والرمح، ودبي العين والفؤاد والصقر، والشارقة الثقافة والنصل، وعجمان الوفية، وأم القيوين الشهامة، ورأس الخيمة السيف والشراع، والفجيرة الجبل، والغيث والنسل.